خش على ظروفك وقت خش يا خش يا والبوزه ما استاش خش على خش خش اعمل لك لله خش يقفل هيعمل ايه هتعمل ايه يا ابن لا لطفي لطفي يا خايف النفس يا جماعه القرف ده طب ولطفي ماله بتزعق له ليه النفس بس يا رمز الخنقه وهو تعبان هو تعبان يعني انت اللي كويس لا في هنا في هنا في هنا لا هنا في ميتين نسبه الاكسجين قليله هنا لا 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 احنا حاسبين نسبه الاكسجين كويس ما تقلقش اطلع لطفي طب انا مش عارف اقول لاولادي ايه على اللي انت بتعمله فيا ده انا اللي هقول لهم بابا بيت بطل ربنا يهديك ايه ده انت اضحكوا شويه اضحكوا شويه اضحكوا شويه لا لا اضحكوا شويه لا لا عندي فوبيا يا رب لا لا عنده فوبيا يا رب ايه على مالك لا والله انا استحمل اسمع عندي ايه والنبي ايه يا شيخ يا دايل لا احضن اخوك يا خليك احضنه يا قول له انا اسف يا بوس لطفي بوس لطفي بوسه بوسه لا بوسه 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 اعتذر له اعتذر له انا اسف يا عم لطفي طلع على طلع على اساسير طلع على اساسير طلع على اساسير انت يا ابني بتنزل منين يا ابني حبيبي فين الحوار ممكن اسال سؤال ها انتوا ايه اللي جابكوا هنا انت مش عارفين المنطقه دي خطر جدا ازاي خطر ازاي والله العظيم اي منطقه عشان نعبرها احنا الاثنين لازم يبقى فيها اختبار.